ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، واستقبلنا ضيفنا الكريم الكابتن نور شعبان المحلل الرياضي. الكابتن نور أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا يا كابتن مجدي، وأهلا وسهلا في البرنامج المحترم برنامج عالم رياضة، وبإذن الله يضيف للرياضة المصرية بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله، وتكون حلقة موفقة بوجودك إن شاء الله بإذن الله. كابتن نور عندك إيه النهاردة، هنتكلم في إيه؟ والله يعني هنتكلم سريعا كده عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني. طبعا انا في الاول بستغرب من الحاله الموجوده في الشارع المصري، من حاله الياس الموجوده عند المتابعين والمشجعين من فوز الاهلي على البايرن ميونخ. لا انا كره القدم ما فيهاش مستحيل، يعني تقصد ان هم مستبعدين ان الاهلي يفوز على بايرن ميونخ؟ طبعا يعني بشكل كبير، ودي الحاله السائده في الشارع. يعني بايرن ميونخ فريق كبير وفريق محترم ولازم نديله احترامه، لكن انا اعتقد ان يعني موسيمياني الشكل الباهت اللي ظهر بيه النادي الاهلي في الشوط الثاني من مباراه الدحيل القطري، واللي خلى لعيبه الدحيل القطري يعني لاعب زي المعز علي لما بيقول النادي الاهلي احنا ادينا له اكبر من حجمه، لا يعني اقف بص انت بتتكلم عن مين، انت بتتكلم عن تاريخ، انت بتتكلم عن بطل القاره الافريقيه، انت بطل ايه يعني؟ دي برضو رد من حسام غالي عليه. الكره ما فيهاش مستحيل يا كابتن مجدي، ويعني كره القدم فيها كل شيء، فلازم برضو اعتقد ان الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي دارس كويس المنافس، عامل حسابه على المنافس. الموضوع يعني اعتقد الموضوع ليه ابعاد كبيره جدا لدى الجهاز الفني، وان الناس دي حاطه في دماغها هدف معين. ده اللي حابب اعقب عليه من خلال مشاهدتي لمباراه الاولى الافتتاحيه، مباراه الدحيل القطري. طبعا عن تصريح اللاعب القطري ده انا يعني بعتبرها حاله فرديه، وهو مش لاقي حاجه يقولها طبعا بعد الخساره، وما نديش للامر اكبر من حجمه عشان خاطر احنا بنتكلم على مستوى العربي والمستوى العروبة، مش عايزين ندخل حسابات صغيرة وتصريحات نبدأ نأجج بيها الوسط الرياضي وبين الجماهير وبعضها. حضرتك بتقول ان ليه الاهلي ما يفوز على بايرن ميونخ، وطبعا انا بضم صوت لصوتك، هي المباراة 90 دقيقة صح، ولا تحسب الا بصفرة الحكم ولا تعد نتيجتها الا بدخول الكرة داخل المرمى، ولنا في ذلك اسوة في مباراة مصر وايطاليا، فزنا على بطل العالم في كاس العالم للقارات طبعا كان الكابتن حسن شحاته، ولعبنا مباراه للتاريخ قدام البرازيل لما انتهت المباراه وايطاليا 4-3. ما انا لسه بقول لحضرتك ان احنا فزنا على ايطاليا 1-0، وكان مباراه من اجمل مباريات، مباراه البرازيل كانت اجمل مباراه ايطاليا. عوده لمباراه الاهلي والدحيل، انت شايف ان الاهلي كان قدامه فرص قد ايه يفوز بالمباراه في الشوط الاول؟ والله يعني النادي الاهلي كان قدامه فرصه كبيره جدا 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 ان هو يحقق نتيجه كبيره. فريق مستسلم، فريق خلاص بمجرد الهدف الاول ليك بشكل يعني ما كانش فيه ستريس على النادي الاهلي خالص خلال الشوط الاول. العمليه كانت اللي هو مستسلم، حتى المذيع حفيظ دراجي لما بيقول لك يعني انا مش شايف اللي هي الحته اللي لما يبقى في فريق داخل فيه هدف وان هو خلاص ضاغط وضاغط ضاغط على اساس اللي هو مش شايف دي موجوده. فكان الشوط الاول الاهلي كان اقرب للفوز بنتيجه كبيره وتاريخيه في افتتاحيه مباراه محترمه، ولكن اعتقد ان الشوط الثاني النادي الاهلي يعني كان بيلعب بتحفظ شويه عشان خاطر البطوله قرر هو فضل اللي هو ما يدخلهاش الماتش، بايرن ميونخ حفاظا للمباراه القادمه جاي متاخر. طيب احنا برضو زي ما هم جايين متاخر، احنا برضو احنا التانيين جايين متاخر للاسف، ظهرنا متاخر، وبرضو انا بعتذر ليك وبعتذر للساده الجماهير طبعا على دخولنا متاخر بسبب البرنامج السابق. كابتن نور سريعا تتوقع ايه لمباراه الاهلي وبايرن ميونخ؟ اعتقد ان المباراه هتبقى مقفوله من الجانبين، ولكن النادي الاهلي هيبقى الدفاع وهيلعب على المرتده. محمد شريف وكهربا ليهم دور كبير جدا جدا في مباراه النتيجه الرقميه يعني موضوع صعب قوي، بس يعني بحب للنادي الاهلي 2-1 للنادي الاهلي او ضربات جزاء ان ما كانش الامر حسن في الماتش، لان موسيمياني برضو يعني اعتقد ان هو يعني عامل
يعني في حاجه في دماغه هيتم تنفيذها على ارض الملعب ان شاء الله. ان شاء الله. وانا شايف ان العناصر اللي موجوده في النادي الاهلي مبشره، وعناصر في كل ملعب في كل خط من الخطوط، نجم واثنين وثلاثه، والمخرج في بيقول لي ان البايرن هيكون حظوظه اعلى علينا، وقال طبعا لفظه ما ينفعش ان انا اقوله على الشاشات. ما هو ده الحاله اللي انا كنت بتكلم عليها اول الماتش يعني كلامنا. لا وجه كلامك للمخرج بقى اتفضل. يعني دي شكر وتقدير، ولكن هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه يعني حاله الياس الموجوده عند الجمهور والمخرج والناس كلها. طبعا كابتن نور ان شاء الله الفترات اللي جايه يكون ليك معانا مساحه اكبر من كده، اللي اربك حساباتنا طبعا زي ما احنا قلنا التاخير ثم المداخلات اللي طبعا الشبكه هنا كلها العذر طبعا الكابتن ماهر امام له العذر طبعا مش عارفين ظروفه ايه في مقامه، واحنا بنعتذر له ان احنا ما قدرناش يبقى التواصل بشكل جيد. احنا حاولنا نتصل بس ظهر تليفونه هو مغلق، كان قبل الهواء مباشره كان موجود معانا، ولكن عفوا طبعا بنعتذر للساده المشاهدين. كابتن نور كلمة أخيرة حضرتك توجهها لمين وتقول له إيه؟ والله بوجهها للمسؤولي الرياضة في مصر. إحنا عندنا بشكل كبير جدا حالة من الحالات الجميلة جدا، عندنا نظمنا كأس العالم لكرة اليد، عندنا دلوقتي الأهلي ممثل مصر لكرة القدم للأندية مصر وأفريقيا كمان وبطل أفريقيا نادي الزمالك في النهائي. أعتقد الرياضة المصرية دلوقتي بتعيش أزهى عصورها، فدي حاجة محترمة جدا يشكر عليها مسؤولين الرياضة في مصر. الرياضة المصرية بخير وستظل بخير بإذن الله في وجود دولة قوية ومسؤولين على مستوى ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى ان شاء الله السلامه والامن والامان يدوم في مصر. اعزائي المشاهدين بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، بنشكركم على حسن المتابعه وحسن الاستماع، وتصبحوا على خير.